بروتوكوليين يجب المرور بنفس الطريقة. تحكيوا على مجلس الأقاليم والجهات اللي انطلقت أشغال الجلسة العامة متاعه اليوم الصباح. الجلسة هذه تم تخصيصها لمناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس والمصادقة عليه. في كلمته الافتتاحية رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يعتبر أنه فلسفة هذا المجلس ترمي إلى النهوض بالبلاد وتطمح إلى تجسيد قيمة العدل بين أبناء الوطن الواحد وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان، كما تمكن من المشاركة في القرار السياسي إلى جانب تجسيد الديمقراطية الشعبية الموسعة لكل الفئات والجهات حتى يتمكنوا من المشاركة في إنتاج وتوزيع الثروة. وقال الاحتكار للسياسة والقرار في البلاد من قبل أقلية وحفنة من العائلات بعد اليوم. مجلس الأقاليم والجهات هذه الغرفة الثانية اللي تستعد منذ مدة للبداية، واليوم كان الجلسة اللي من المفروض باش تحدد النظام الداخلي لهذه الغرفة. رأيك فيها كنظام، كنظام بغرفتين، شنو ينجم يكون المفعول متاحة الغرفة هذه؟ أنا في تقديري ما البلاد ما تستحقش نظام بغرفتين، أي واضح، وهذا قلته من اللي عمل بن علي الغرفة الثانية مجلس المستشارين. من وقتها البلاد لا تستحق ذلك، هذا ثقل معنا زايد. المهم يكون ثم برلمان عنده صلاحيات، في حين أنه في دستور السيد قيس سعيد المنظومة البرلمانية هذه بغرفة أو بغرفتين ليس لها دور، يعني ما عدا إصدار بعض القوانين إذا وافق عليها السيد قيس سعيد. احنا نشوفه في قانون تجريم التطبيع هبط معناها توقف معناها جملة واحدة بمجرد الكلام اللي نقله سي إبراهيم بودربالة عن سيد قيس سعيد. التنمية في تونس تحتكرها الحكومة، يعني الحكومة اللي تعمل الميزانية، والميزانية عينها سيد قيس سعيد. ليس هناك أي أداة من البرلمان سواء كان الغرفة هذه أو هذه لتعديل سياسات الحكومة إلا باشتراط الثلثين من الغرفتين، اللي هو شرط مستحيل، شرط مستحيل. وبالتالي الحكومة تعمل ما تشاء في تقرير البرامج باش تبني مستوصف في البلاصة ولا سد في هذه البلاصة، ما ينجموش يأثروا على النواب. وبالتالي الوجود هذا للأسف مع احترامي لكل من لهم نوايا صادقة يحبوا يغيروا أو يخدموا أو ترشحوا باش يخدموا، فإنه البرلمان ليس لديه صلاحيات تغيير السياسات التنموية ولا السياسة الخارجية ولا السياسة الداخلية. والدليل على ذلك هاي التذمرات بدأت من عند النواب أنفسهم، هذا يقول عطلوا فينا وهذا كذا وهذا كذا. باش نواصلوا آخر خبر في علاقة بالقانون الانتخابي. المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي يقول أنه على هيئة الانتخابات تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح فيها. يضيف أن القانون الانتخابي الحالي غير مواكب لشروط الترشح المتضمنة في الفصل 89 من الدستور، وانتقد انتظار هيئة الانتخابات صدور أمر دعوة الناخبين من طرف رئيس الجمهورية، كما يوضح أن القانون الحالي في حاجة ماسة إلى مراجعة خاصة في مسألة التزكيات، وقد بدأ يفقد روحه وجوهره. والمرصد سيقوم بصياغة مسودة مشروع قانون جديد يراعي جميع الأنظمة والمعايير والممارسات المثلى، وفق قول المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي. القانون الانتخابي وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، الموضوع يعنيك بصفة مباشرة عبرتي في المكي بما أنك عبرت عن نيتك للترشح. بالمقابل قاعدين نسمع على امتداد الأسابيع والأشهر الأخيرة الفارطة في جملة من القضايا اللي تلاحق من أعربوا أو من المنتظر كونهم يكونوا في السباق للرئاسية. يشغل بالك الشيء هذا ولا لا؟ طبعا، وعبرنا عليه وطلبنا بإيقافه، وقلت أنا شخصيا أنه السيد قيس سعيد عنده زوز رهانات في هذه الانتخابات، عنده رهان أنه يفوز، وعنده رهان أنه يضمن انتخابات نزيهة وحرة. فحتى إذا كان خسر الانتخابات يربح الرهان الأخلاقي. يذكر التاريخ أنه السيد قيس سعيد نظم انتخابات ليزيه، يقولك باش نظمها، لكن هو عنده دور بأن يوقف هذه الاعتقالات، أنه يوقف استهداف الإعلاميين والمدونين و إلى غير ذلك. وللأسف الشديد يعني هاو توا حاجة جديدة، هو قضم الوقت متاع المترشحين. إذا كان الدستور يقول على الأقل 3 أشهر أن تاريخ الانتخابات يجب أن يعلن على الأقل 3 أشهر، ماذا تعني كلمة على الأقل؟ أنه إذا كان نجم تتعين
قبل 13 ماذا بينا، قبل 6 أشهر، قبل عام. الانتخابات الأمريكية معروفة دائما تاريخ معروف. لماذا قضم وقت المترشحين باش أنا لم التزكيات على راحتي باش نشوف نوزن نعمل إلى غير ذلك؟ ثم قضم للوقت، يعني حتى أبسط الأشياء قاعدين يأثروا فيها تأثير سلبي. وأنا أستغرب كيف لهيئة الانتخابات ما تصدرش بيان أو تقول راهو القضم هذا مش في صالح النوعية متاع الانتخابات، الكاليتي معناها الجودة، الجودة متاع الانتخابات. لو كان في عهد الديمقراطية كانت تتكلم هيئة الانتخابات وتقول كذا وكذا، ولكن الآن ما تتكلمش لأنه معينة من طرف السيد قيس سعيد. أتصور هذا أنا أنها معينة ما تنجمش تقول، رغم اللي هي كل الكلام اللي قالته عبر المسؤولين متاعها يوحي بأنها تحب تعين على بكري وتعطي رزنامة معناها معقولة، ولكن كل هذا اصطدم بالرغم في قضم الوقت متاع المترشحين. بعد شوية باش نحكيه على انتخابات صار دورها الأول البارح في فرنسا، ونحكيه على تشكل مشهد جديد سياسيا وبرلمانيا في فرنسا. فاصل قصير ومواصلين ضيفنا سي عبد اللطيف المكي. Express. لو غروند اكسبريس كل يوم الاثنين للجمعه من نص نهار الماضي ثلاثه، كل الاخبار تلقاوها على امتداد ثلاثه ساعات. ضيفنا سي عبد اللطيف المكي امين عام حزب العمل والانجاز، نجدد لك التحيه. بحذانا ياسين الحافي، نحكيو على اش صاير في العالم توت سويت. اش صار في العالم؟ وياسين البدايه باش تكون من فرنسا، وين بعد شويه باش ينضم لنا حاتم النفطي باش نعلقوا على النتائج نتاع الدور الاول للانتخابات التشريعيه. نجموا نحكيوا على زوبعه والا اعاده زلزال تشكل الصحافه الفرنسيه، زلزال في الساحه السياسيه والبرلمانيه الفرنسيه. دونك نبدا وليد بالانتخابات التشريعيه الفرنسيه اللي اعلن ماكرون عليها بعد ما خسر خلينا نقولوا في الانتخابات الاوروبيه. واظهرت النتائج النهائيه اللي اصدرتها وزاره الداخليه الفرنسيه البارح في الليل تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه في فرنسا في نتائج الدوره الاولى، وخذ 33.1% من الاصوات، متقدم على تحالف اليسار اللي جاب 28%، ويجي في الرتبه الثالثه معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون ب 20%. وعملت النتائج هذايا زلزال كما وصفناه في الشارع الفرنسي، اللي بعدها دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الناخبين في بلاده التحالف كبير في مواجهه التطرف كما وصفه هو. وقال رئيس الوزراء جابرييل اتال انه يلزم نعملوا كل شيء باش نمنعوا اقصى اليمين من الهيمنه على البرلمان هذايا. اما زعيمه اليمين المتطرف مارين لوبين ردت انه معسكر ماكرون تم محوه عمليا، وفي اطار ردود الفعل الشعبيه خرج الاف في فرنسا للشارع للتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف بالرغم من فوزه من الانتخابات هذيا. ومعنا بالتليفون الناشط والمحلل السياسي حاتم النفطي موجود في باريس. حاتم اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوه. الحديث عن زلزال في الساحه السياسيه الفرنسيه يمكن اصعب ما في الامر هو كونه متوقع هذا الزلزال، ومنذ يمكن خروج نتائج الانتخابات الاوروبيه كان هناك توقع لهذه النتائج في الدور الاول التشريعيه. صحيح، النتائج جات قريبة برشا من كل ما تنبأت به تبع الآراء يعني في الأيام والأسابيع اللي فاتوا، إن الجبهة الوطنية وحلفائها بجديد تقريبا بين 30 و35%، اليسار 30% وحزب ماكرون في 20%، جاي تقريبا ما تم يعني البارح. لكن تقعد زلزال الحاجة إن فرنسا من الثورة الفرنسية الى اليوم ما يتم تصنيفه في اقصى اليمين عمره ما وصل للحكم الا مره برك، وما وصلش بانتخابات. المره الوحيده اللي حكم اقصى اليمين هو بعد انهزام فرنسا ضد المانيا في 1940،
وبعد الهدنة اللي صححها فيليب بتاع وقتها أرسى نظام يميني متطرف، أو النظام هذا يعني فهم في المحرقة اليهودية والفرنسيس معناها ما غفرتلوش حتى لتوا. لذا هذا عليه زلزال على خاطر صار معناها نوعا ما من خروج الحرب العالمية الثانية لليوم ما بين وسط اليمين وسط اليسار تقريبا، هذا التداول في الشقة ذي من اليسار يعني اليسار معناه الواسع إلى اليمين، لكن أقصى اليسار أقصى اليمين عمره ما وصل للحكم. المرة الوحيدة اللي وصل لها ما وصلهاش بالانتخابات، هذا علاش الصدمة الكبيرة. ما يمكن اعتباره مفاجأة، وما نعرفش إذا أي مدى توافقني في هذا، هو الحصيلة متاع التحالف اليساري في هذه الانتخابات 28% بالنسبة للتحالف اللي هو حديث العهد نسبيا، ألا يعتبر هذا من مفاجآت هذه الدور هذا الدور الأول في التشريعية الفرنسية؟ أي لا، على خاطر تقريبا نعرفه من 2022 هذا ما هو تقريبا أحزاب اليسارية كي تتحالف مع بعضها تجيب في قرابة ما بين 28 و30%، اللي هي حاجة باهية أي خاطر كان تاخذ كل حزب على حدة تلقاه يحوص في 10% 15%، اللي كي تلم مع بعضهم يجيبوا 30% الحاجة الخايبة اللي ما ينجموش يفوتوا برشا 30% ما تنجمش تحكم بها. هذوما تقريبا معناها اللي جابوا التحالف اليساري اسمه هو اللي جابوا عامين التالي في الانتخابات التشريعيه اللي فاتوا، الاسم برك هو اللي تبدل يعني. فما مع هذا باهي برشا اللي اليسار يعرف يتحالف، هذا تقليد فرنسي معناها يرجع للثلاثينات اللي ضد الفاشيه ديما يصير تحالف يساري، وهذاك علاش سميوا تحالفهم بالجبهه الشعبيه خاطر تاريخيا هذاك صار وقت صعود النازيه في المانيا، الفاشيه في ايطاليا وفي اسبانيا وفي فرنسا زاده، تحالف اليسار وحتى جزء من وسط اليمين فيما يسمى بالجبهه الشعبيه، يعني مازال التقليد هذا موجود اللي اليسار بمعناها اختلافاته واختلافاته الجذريه يعرف يتحد ضد الفاشيه. المشكل الوحيد انه كي يتحد مع بعضه يجد في 30%، يعني نظام اغلبي كيف فرنسا 30% شويه. علما وانه في الانتخابات الرئاسيه الاخيره ما صارش هذا التحالف اليساري على مرشح وحيد مثلا، هذاك علاش انا في تقديري قلت نجم تكون مفاجئ. لكن صار في التشريعيه اللي بعدها بالضبط. بالضبط. هجر بو جمعه توجه لك بسؤال. اي حاتم، نعرفش انت صحح معناتها الخبر يقول انه ماكرون البارح عمل انابيل معناتها للكانديدا نتاع الائتلاف نتاعو اللي جاو الثانيين انهم يخليوا بلاصتهم لمن هو قادر على هزم الراسمبلمون ناسيونال، صحيح ولا لا؟ واذا كان صحيح معناتها فاش قاعد يعمل ماكرون؟ معناها ما نتصورش ماكرون ونزيد عليه شنو مصيره جوستومون. ما نتصورش ماكرون اليوم شي سند اليسار في فرنسا. لا مش يسند اليسار، لكن ماكرون مرتين كي ربح 2017 و2022 ربح بفضل اليسار. يعني الناخبين اليساريين هذا موثق معناها بدراسات، الناخبين اليساريين هما اللي رفضا اقصى اليمين هما اللي خلاوه يربح في 2017 و2022، هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه راهو الكلام اللي قاله ماكرون حمل لي اوجه، قال لازم يكونوا ديمقراطيين وجمهوريين، وفي كلمة ديمقراطيين وجمهوريين معناها الشيطان يكمل في التفاصيل، على خاطر ثم المشكل الكبير اللي عمله ماكرون وزاد قوي بعد 7 أكتوبر، اللي اعتبار الحزب الأهم في اليسار اللي هو حزب فرنسا الأبية لا فرانس انسوميز حزب ميلانشون، اعتباره خارج ما يسمى بالقوس الجمهوري. هذه حاجة جديدة خاطر قبل ثم الأحزاب الكل وفما كل باراج مع اقصى اليمين. اللغه اللي دخل بها ماكرون من 2017 واللي تقويت برشا اللي ليزيكستريم، قبل كنا نحكيو على ليكستريم دوات وحدها، ولا يحكي على ليزيكستريم اللي هو معناها ضدهم الزود، وهذا مشكل كبير انه تمت شيطنه كبيره كبيره كبيره. الحزب فرنسا الابيه اللي كانت مواقفه معناها في الاحزاب الوازنه في فرنسا مواقفه مسانده لفلسطين مساندة لغزة، وذلك علاش تم شيطنته يعني توا ثم معناها ثم حملة إعلامية من أقذر ما ريت، وأنا متبع يمكن عندي قريب 30 سنة متبع في الحملات الانتخابية، عمري ما ريت حملة انتخابية قذرة هكا على الإعلام على السياسة. سؤال أخير بعد إذنك.
لا جست جست تفضل تفضل. هو قال كذا لكن العبيد اللي معاه، العبيد اللي معاه مثلا اليوم سمعت وزير الاقتصاد نتاعو، سمعت رئيس البرلمان، ماهوش يقولوا في فرد كلام، يقولوا احنا نسالوا كل حزب يساري وكل حزب ما يعتبروه جمهوري، لكن حزب فرنسا الابيه ويعاود يقولوا اللي هو حزب ضد اليهود هذا كذبه، مش من اللي هو ضد اليهود وهو ضد الساميه على خاطره انتصار للقضيه الفلسطينيه، يعاود يقولوا هذاك الحزب الذات راهو ما نصوتولوش، وهذه حاجه تخوف برشا، خاطر يمكن الجبهه الوطنيه هي بيدها ولا تخوف العباد تقول لهم ان يطلع الحزب اليساري هذاك راهو باش يطرد اليهود وباش يعمل فيهم اتسيتيرا اتسيتيرا، الشيطنه هذه يمكن تربح معناها تصب في صالح في صالح الاقصى اليمين. والبارح صارت هجمه كبيره على الفلسطينيه ريما حسن اللي هي في حزب ميلانشون اللي تم انتخابها نائبه اوروبيه، طلعت البارح كانت واحده ميلانشون لابسه الكوفيه وتم شتمها معناها باقذر نعوت، قال لك هذاك راهو مره اخرى نوريكم الحزب هذاك، معناها لو سامبل فيت اللي توري محاميه فلسطينيه ولابسه كوفيه بالنسبه لهم هذاك يكفي لشيطنه الحزب الكل، وهذا مشكل كبير، وهذا اكبر تحدي ظهر لي الاسبوع هذا باش نشوفوه ابارتير من غدوه، على خاطر نقطة مهمة بالنسبة لي باش نفهموها، راهو الترشح للدور الثاني ماهوش آلي، هي حاجة إرادية، باش تتعدى للدور الثاني لازم تزوز حاجات، لازمك تكون في زوز لولانيين، ولا كانش نجم تكون الثالث ولا الرابع وعندك جبت في الدور الأولاني أكثر من 12.5% من المسجلين مش من المقترعين. وهذا المشكل باش يصير ما يسمى بالتريانجولير، يعني تنجم تربح حتى ب 30%، المفيد لازمك تجي الأولاني. وهذا معناها كي باش يصيروا دي تريونغولير باش تمشي اكثر للجبهه الوطنيه. والمشكل الكبير هو باش تقنع العباد ما تترشحش ضد فرنسا الابيه من حزب ماكرون. باش لا لا لا, لا مهم اللي قاعد تقول فيه، وعلى خاطره مهم نحبك تقعد معايا، عندي فاصل قصير وبعد باش نرجع ياسين الحافي عنده ليك سؤال، وحبك زادة تسمع وتتفاعل مع ضيفنا سي عبد اللطيف المكي في اللي كنت تقول فيه في علاقة بنتائج دور الأول من التشريعية في فرنسا. راجعين. ومواصلين معكم في لو غونت اكسبريس، كل الاخبار تسمعوها على امتداد 3 ساعات يوميا من الاثنين للجمعه من نص نهار الماضي 3. معنا بالتليفون مازال المحلل والناشط السياسي حاتم النفطي من باريس في تعليق على نتائج الانتخابات التشريعيه في دورها الاول. معنا كذلك ضيفنا سي عبد اللطيف المكي امين عام حزب العمل والانجاز، وباش نسمع رايك في الانتخابات واللي قاعد يقول فيه حاتم النفطي. قبل هذايا اليخت انفو نيوز روم تو سويت مع اسلام المتب. نيوز روم. اخبار في علاقه بالمدير الرياضي لنادي الرياضي الصفاقسي. اكيد اهلا بك وليد، تحيه ليك لضيوفك وكل الساده المستمعين. النادي الرياضي الصفاقسي توصل لاتفاق نهائي مع محمد سليم بن عثمان المدير الرياضي السابق للجامعة التونسية لكرة القدم تقريبا بعد أيامات قليلة من استقالته من مهامه، وتذكر التدوين اللي كان عملها. اتفق اليوم على كل التفاصيل من أجل التعاقد مع نادي الصفاقسي، ما قلناش مازال ما أمضاش حتى عقد حتى لتوا، لكن الاتفاق حاصل بين جوج أطراف. السي اس اس عنده مشروع كبير قاعد يحضر في فريق كبير للموسم القادم، نعرف مدرب أجنبي جاء من البرتغال للفريق، انتدابات كبيرة باش تكون للسي اس اس. ومحمد سليم بن عثمان حتى مصادرنا أكدت لنا أنه بدأ حتى في بعض الاتصالات مع الملاعبية اللي باش يجيو للسي اس اس في الموسم القادم. وأهمية البروفيل نتاع محمد سليم بن عثمان كونه خدم ككشاف للمواهب للمنتخب، وهذا يظهر لي باز دوني مهمة جدا بالنسبة للفريق ناوي يقوم بانتدابات كما نادي رياضي صفاقس. أكيد عنده برشا دي بروفيل نتاع ملاعبية يلعبوا لبرا في الأصناف الكل، سواء شبان وإلا حتى اللي في الأكابر، من أجل ممكن تنجم تكون خطوة باهية اللي هو إضافة كبيرة اللي هو للسي اس اس، خاصة باش يكون الملاعبية جاهزهم في الفريق خلال الموسم القادم. شكرا لك إسلام المدب. دونك محمد سليم بن عثمان أغلب الظن باش يكون المدير الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي. باش نرجع لباريس، حاتم النفطي معنا من باريس، جدد لك التحية حاتم، أهلا وسهلا بك. وإحنا نحكيه على نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبدينا حديثنا قبليك بزلزال في الساحة السياسية الفرنسية وخاصة تشكل البرلمان كيفاش باش يكون في ظل هذه النتائج. ياسين الحافي عنده ليك سؤال.
اهلا وسهلا حاتم. جس سؤالي انه الخطوه اللي عملها ماكرون في حل البرلمان واعاده الانتخابات هو الحديث اللي اتقال في الشارع الفرنسي انه عدم قدره واستعداد اليمين المتطرف للحكم في الفتره الحاليه وخاصه انه مشدد ايديولوجيا، هل في اعتقادك انه ماكرون حسب حسبه غلطه؟ ماكرون حسب حسبه صحيحه وحسبه غلطه. الحسبه الغلطه اللي حسبها هو ما كانش يتصور اللي اليسار باش يعاود يتشكل بطريقه هذه، خاطر يعني مازلنا خرجنا من انتخابات اوروبيه صار انقسام شديد في صفوف اليسار بين الحزب الاشتراكي وما بين حزب فرنسا الابيه لا فرانس انسوميز على القضيه الفلسطينيه، صار انقسام كبير ما كانش يتصور. كان يقول معناها الطريق اللي عملوا هو اني باش نحل البرلمان اليسار مش يتوحد، باش ناخذ وسط اليسار يحكم معايا وسط اليمين يحكم معايا وكي كنساموا جبهة وسطية. هذه الحسبة اللي راها وطلعت غالطة برشا من ناحية هذه. لكن الحاجة الصحيحة على الأقل هذا شكون التاريخ حتى لتوا هو أنه معناها النظام الفرنسي يشبه شوية من النظام التونسي قبل التحول المبارك 25 جويلية 2021، أنه باش تحكم معناها اللي رئيس الحكومة هو أهم لاعب سياسي. كي يبدا الرئيس عنده برلمان ماشي معاه يولي الرئيس اقوى لاعب، كي يولي كثير ما يسمى بالكوابيتاسيون وقتها يولي رئيس الحكومه هو المالك مالك زمام الامور. الحسبه اللي قراها هو الحاجه هذه ما يسمى بالكوابيتاسيون يعني رئيس ورئيس وزراء ما عندهمش نفس اللون السياسي، اللي يشد رئيس وزراء ديما يخسر الرئاسيه اللي من بعد، صارت ثلاثه مرات، صارت مع الشراك صار معناها تسمى في 86 خسر عام 88، صارت مع بلاديو تسمى عام 93 خسر عام 95، وصارت مع جوستان تسمى عام 97 خسر 2002. يقول لك الجبهه الوطنيه حتى كان توصل للحكم باش تخسر في الانتخابات اللي من بعد، باش نضعفها ماهيش باش تنجم تحكم مليح. الحاجه هذه تخوف برشا على خاطر قبل كان ثم نوع من التفاهم على قواعد اللعبه ما بين احزاب وسط اليمين ووسط اليسار. اليوم باش نتوجهوا له اذا تربح الجبهه الوطنيه باش تطبق الدستور بتوسع كبير، يعني الرئيس الجمهوري باش يولي مهمش تماما حتى في معناها حتى في العسكر وفي الشؤون الخارجيه. اذا رئيس الوزراء قرر باش يحكم حتى هو في هذا ما يسمى بالدومين غزافي يعني الخارجيه والدفاع، اذا قرر باش يحكم فيهم رئيس الوزراء الرئيس باش يتهمش يحطوا عليه بريسيون ويمكن يلزوه للاستقاله. هذه الحسبه اللي هو حسبها وهم عاملين حسبه اخرى مخالفه انه باش يشد اذا شدوا الحكم باش يلزوه للاستقاله باش يهمشوه لي يلزوه للاستقاله وقتها ندخلوا في نتائج كبيره. فما حسبه اخيره مره اخرى تذكرنا بالتحول المبارك اللي عرفناه 25 جويليه، ثم تفعيل فصل 16 اللي هو تويتر يعرفوه باسم فصل 80، يعني الرئيس ياخذ صلاحيه الكل يقول لك الدوله متعطله باش نولي نحكم بالمراسيم. هذه حاجه يعرفوها برشا تونس. نعرفش تفاعل سي عبد اللطيف المكي مع اللي كنت تقول فيه حاتم النفطي في علاقه ديما بالنتائج نتاع الدور الاول في التشريعيه في فرنسا. انا في تقديري هذا يدل على انه ثم قلق حضاري أنا صعود اليمين في مش في فرنسا في أوروبا بمناسبة الانتخابات، وهذا كان ظاهر مما خلى ماكرون يحاول باش يتقرب شوية من اليمين عبر سياسات قاسية ضد المهاجرين وضد المسلمين، ذاك القانون نتاع النون سيباراتيزم وغيره والأرقام أنه أنا مرة شفت أكثر من 1100 واش معناها جمعية تم تسكيرها أو معاقبتها أو كذا، ورغم ذلك هذا لم يجديه نفعا، بما يعني أنه التمسك بالمبادئ هو أفضل من استرضاء أطراف على حساب المبادئ. لكن أنا أرى أنه مهما كان يمين يسار فرنسا باش تدخل في مرحلة متاع عدم الاستقرار، لأنه مانيش عارف الأستاذ حاتم يأكد ولا ينفي، حسب علمي أولا الرئيس ما عندوش الحق يحل البرلمان قبل عام من الانتخابات، ما عندوش الحق. واثنين اليمين قاعد يقول اللي إذا كان هو الأغلبية 289 مقعد، ويقول اليمين إذا كان ما عنديش على الأقل 270 ما نحكمش،
الثاني شنو نقولوا شكون يحكم فرنسا تفضل فهمت هل يمكن للتوا ثم الجواب سي عبد اللطيف تفضل تفضل هذاش كنا نقولوا الجمعه اللي فاتت توا تبدلوا شويه معناها مارين لوبان جوردان بارديلا والمكتب السياسي نتاع حزب الجبهه الوطنيه بدلت شويه اللغه قالك حتى كما نجيبوش اغلبيه مطلقه باش نشدوا الحكم على خاطر اذا باش يجيبوا مثلا 270 ولا 260 نائب ينجموا يحكموا ماكرون كان يحكم هكاك عندهم ما يكفي اولا رئيس الوزراء مش مطالب باش ياخذ تزكيه من البرلمان هذه الحاجه الاولى هذا صار داير مع جابرييل اتال وقبله اليزابيث بول نجم تحكم والحاجه الثانيه باش يبداو منقسمين برشا ضده هو معناها باش تبدا فما جزء من اليسار جزء من اليمين من ديغولي معناها لي ريبوبليكان اللي باش يسقطوا الحكومه ماهمش يلقاو بديل لها ودونك تنجم تحكم وانت اقل في فرنسا هذا ممكن وهذه الفكره خاطر قال كان باش نقولوا من توا لازمنا اغلبيه مطلقه باش نوصلوا للحكم حتى الناخبين نتاعنا قال لك زايد معناها كان باش يعطيوهم 250 260 زايد باش نصوتوا لهم هكا ولاكا ماهمش يحكم لذا قاعدين متوجهين في ما يسمى بحكومة أقلية معناها الأغلب في الظن اللي الجمعة الجاية باش تكون عندنا حكومة من أقصى اليمين في كل الحالات بالطبيعة يفرق إذا عندك أغلبية مطلقة ولا مش مطلقة حتى على القوانين اللي تحب تعديها لكن الدستور الفرنسي نتاع الجمهورية الخامسة يسمح لك باش تحكم حتى وأنت أقل جست تدقيق بسيط على اللي قلته قبيلة شوية حاتم في علاقة بالصلاحيات العسكرية نتاع رئيس الجمهورية في فرنسا في الفرضيات اللي أعطيتهم ونعرفوا اللي فرنسا دولة نووية وفما اللي نسميوه لو بوتون نوكليير عند شكون باش يقعد لو بوتون نوكليير في لو بوتون نوكليير رئيس الجمهورية هو قائد هو رئيس الجيش ليك كي معناها الجيش باش ياخذ الفينونسمون نتاعو ياخذوا من البرلمان، البرلمان هو اللي باش يعطيه الفينونسمون. كابراتيك اللي هو مقسوم عليه اليوم هي الأسلحة اللي باش نعطيوها اللي باش تعطيها فرنسا الأوكرانيا. ماكرون ماشي في التصعيد يحب حتى يعطي أسلحة نجم تضرب بها روسيا. إذا قرر هو باش ياخذ القرار هذايا ساهل برشا وقتها الحكومه ترفض باش تمول هي انت عاتش احنا ما نش نعطيك فلوس تعطي الاوش هذه فهمت معناها في نظريا هو عنده هو رئيس العسكر لكن كما نقول الفرنسيس لي كوردون لا بورس عند الحكومه وعند البرلمان اذا يكفي انه الحكومه ضد الفكره هذه نجم يدبر شي حد معناها ينجم هو ينجم يعمل تسميات في العسكري ينجم يعمل خطط عسكريه عنده الحق حتى باش يعلن الحرب من غير ما يتعدى بالبرلمان ينجم يمشي بعيد رئيس الجمهوريه في فرنسا لكن في معناها عمليا اذا نفكر عليك السبيله ما عندك ما تعمل هذا التفعيل اللي ماشيين فيه تو عندنا جمعه هذا معناها قبل في الكوابيتاسيون اللي صاروا قبل رغم الاختلاف متفاهمين على سميك اقصى وسط اليمين وسط اليسار متفاهمين اللي بيه انا ربحت انت خسرت لكن فما مصلحه الفضله للدوله مانيش سامحني في كلمه مانيش كسروا بعضنا معناها مارين لوبان من الجمعه اللي فاتت قالت راه هو صحيح معناها رئيس هو قائد الجيوش الثلاث في فرنسا صحيح هو رئيس الجمهوريه لكن انا احنا اللي اونفوت لو بيدجي لذا اذا ما عيناش باش خاصة هذه المشكلة الكبيرة، بوتون نيكليير الحق ماناش في الفرضية مش مطروح الحمد لله مش مطروح لكن فما توا فما جدال كبير على إلى أي حد فرنسا تساند أوكرانيا ضد روسيا، فما شكون يقول لك لازمنا نساندوها ما لازمش أوكرانيا تسقط وفما العباد الآخرين يقول لك ما لازمش فرنسا تولي كوبيليجيرونت معناها تولي معتبرة هي في حرب مباشرة مع روسيا خاطر وقتها روسيا تنجم تعلن عليك الحرب وتولي مشكله كبيره. شكرا لك. الحاجات اللي باش نشوفوها معناها دولا براتيك كيفاش باش تصير.
شكرا لك حاتم النفطي المحلل والناشط السياسي، كنت معنا من باريس. خبر في باختصار على موريتانيا ونختم به في علاقة بنتائج الانتخابات في موريتانيا. باختصار وليد، في خبر آخر عنده علاقة بالانتخابات في موريتانيا، أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا اليوم الصبح بكري فوز الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الغزواني فترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 56.12 من الأصوات، وبحسب النتائج اللي نشرتها اللجنة بعد ما كملوا فرز الأصوات ذي وجي الثاني وبفارق كبير المرشح بيرام الديه ولد عبيد بحصوله على 22% من الأصوات، والثالث مرشح الحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار اللي تحصل على 13%، وتحصل الرئيس المنتهي ولايته وعاود انتخبوه مرة أخرى على نحو 550 ألف صوت، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 2 ملايين تقريبا. وزاد نقاو أن المرشح المعارض بيرام الديه عبيد رفض النتائج الأولية للانتخابات، ودعا أنصاره للعصيان المدني السلمي وعدم الرضوخ لقرارات لجنة الانتخابات أو الاعتراف بالنتائج هذه. نتائج الانتخابات المعارضة ما قبلتش بها في موريتانيا. من حقها، وإن شاء الله تكون ثم الآليات الدستورية الكافية والقضائية باش كل واحد يثبت وجهة نظر نتاعه والجميع يحتكموا لهذه الآليات، وإن شاء الله ربي يحفظ موريتانيا. وهما آليات أمنية، على خاطر وزير الداخلية حذر من أنه الأجهزة الأمنية بمختلف فروحها مش باش تسمح تحت أي ظرف كان ومهما كانت التكلفة بأي إخلال بالأمن والسكينة. من حقه يقول الإخلال الأمن، هو المعارض هذا دعا إلى التظاهر أو العصيان المدني. كل واحد سلمي ولكنه عصيان مدني، ولكنه سلمي لكنه سلمي سلمي. وزير الداخلية يقول معناها الإخلال بالأمن، فهمني؟ كل واحد يقول ايش يحب. الأخبار كلها جات في علاقة بالانتخابات اليوم، ما نعرفش إذا كان في بالنسبة لفرنسا. أنا في تقديري لا يستطيع أحد، أي حكومة، أن تغير التزامات فرنسا الأطلسية تجاه أوكرانيا وفي المنظومة، وحتى قادة الجيش الفرنسي أعتقد سيقفون مع ماكرون في السياسة متاعه. شكرا لك سي عبلتي في المكي من عام حزب العمل والإنجاز. بعد شوية ضيفنا الحائز على الجائزة الوطنية للرواية سامي مقدم يكون معنا في الاستوديو. شكرا.